أريام يمكن بديتي بالفن من سنين كبيرة، يعني لتش باع في الفن مثل ما يقولون، فنانة بمعنى الكلمة. شكرك. شو اللي خلاك أنت كامرأة يعني إماراتية تبدين في هذا المجال وتختارين هذا الخط؟ إيش معنى الخط الثقافي، الخط التراثي؟ خلينا نقول هو كل شيء ترى بالصدفة، كل شيء بالصدفة، كل شيء بالصدفة. هذا يمكن موضوع الصدفة بيرجعني لبداياتي اللي هي ما كانت أصلاً على بالي، يعني يعني أكيد اللي عارف مشواري من بداياته يعرف أنه أصلاً أختي رانيا. نعم. هي اللي كان صوتها طبعاً أحلى وأجمل وغير يعني. فباختصار شديد لما كانت رايحة تشارك في برنامج من برامج المواهب، أنا شاركت بالصدفة، لأن اللي كان قائم بهذا البرنامج اللي هو سيمون أسمر الله يرحمه، أنه شاف يعني أني أنا موجودة معاها وكنت أختها الصغيرة وياها، فقال أنت ما تغنين نانانا تي تي تي. قلت له يعني أنا عادي ما في حد ما يغني، أنا كنت أغني ترى أيام المدرسة يوم عندنا مناسبات وطنية وهالأشياء. فقلت له بجرب تسمعين حق منو، كان هيك الفترة كنت يعني أسمع الأحلام، أسمع لي نوال الزغبي ونوال الكويتي، I like them، أحبهم. يا سلام. فقال لي انزلي انزلي بسمع صوتك. المهم وهكذا صارت أني أنا شاركت في برنامج المواهب هذا. كنت تقريبا أصغر مشتركة، وحلقتي حققت أرقام قياسية في التصويت، لأن كان تصويت الجمهور اللي موجود في التلفزيون والجمهور اللي يتصل. جميل. ومن هنا بدأت سبحان الله أني شاءت الأقدار، يعني باختصار شديد، أنه يتواصل معايا الفنان الملحن الرائع الأستاذ علي كانو، اللي هو كان من بداياتي يعني، واللي لحن لي أغلب قصايد الشيخ زايد الله يرحمه. أريام أنتي مطلوبة تغنين قصايد الشيخ زايد الله يرحمه يا ربي. آمين. فكل شيء تعرف اللي هو مثل الحلم يعني، بس هو كان قدري. جميل. كان أحلى قدر في الحياة. يا سلام. غنيتها برعت فيها الحمد لله، أتقنتها وصارت في دمي يعني، فصارت الأغاني الشعبية هي خلاص حبوا هذا الخط فيك. فيعني هو شيء أنا ما اخترته، كأنه هو اللي اختارني. نعم. بس صرنا شيء واحد يعني خلاص. الحمد لله الحمد لله. ضبطي لي صوتك الحين زين، انا بروح رايحه فاصل بروح خلصي خلصي ضبطي لي.